الممثلة لي شي يونغ تتفوق على بي تي اس وبلاك بينك. كنتوا من متابعين تيك توك، فعلى الأغلب جه قدامكم بالصدفة فيديو للممثلة الكورية لي شي يونغ، فهي عندها أكتر من 280 مليون لايك. ومجموعة نسبة مشاهدات فيديوهاتها على تيك توك اتجاوزت مشاهدات أكبر الفرق الكورية زي بي تي اس وبلاك بينك. وده بسبب فيديوهاتها الفاني والغير تقليدية اللي بتنشرها وبيشوفها ملايين الناس من مختلف دول العالم. زي الفيديو ده لما جربت الفلاور ستامب هاند سوب واللي شافه أكتر من 100 مليون شخص بقى فايرل. وعندها 14 مليون ونص متابع بيشوفوا مقلبها في جوزها تشو سونغ هيون. وأكيد ما بتفوتش فرصة إنها تشارك في التشين تشالنجز. وما تستغربوش الحركات الرياضية اللي بتأديها، فهي كانت بتلعب بوكسينج. وبالرغم انها ساعات بتنشر فيديوهات التيك توك على حسابها على انستغرام، 1 2 3 4 5، الا انها بتظهر عليه جانب مختلف من شخصيتها، فهي بتنزل صور اكتر للاماكن اللي بتزورها، الفوتوشوت ومن كواليس اعمالها، وبتشارك 2.3 مليون فولوور صور وفيديوهات لابنها. Ha ha ha.